هذا اللي مثلا دولة ذا المقاوتين صامدوا هنجمت في العو أم المولعي برد ضايقوا مني حنا انتقدتهم ضحكت عليهم في الفيديو الأول. أنا ما ضحكتش عليكم، ما كانش قصدي أنتو. أنا بننتقد الذي المال على الذي بمجعه وجهاله بحرم نفسه وجهاله ويصير يشتري باقات ويصير يرم وجهال بيموت وجوع، ما عليه منك منتو. انتو هي فرصتكم قدي دولتكم هنجموا باس لقيت نار مش ضروري نخزن هنجموا باس كذا توصل. هذا اللي مثلا عند المقود ما عاد يوريك شارع علاقي هالقيت في المجمع، يوريك اول ما بالصور هذا تلفو ساعة السيارة اللي بيتون من امريكا ويقول لك العلاقة هذا فيها ضربة في القفلة سعم في البنك يقول لك العلاقة هذا قد خزنوا بها 4500 سعم قد خذت 4500 فتحت لك سعم فتحت سقف اذا كنت سلع عند المقود ولا عجبتك علاقي ولا اجيب سرت علاقي حالي تقول له المقود تي لي تلك العلاقة وهو ينتع على كز ويشبحك في صدرك. من انت عرف هذا العلاقة؟ انقد بسرت هذا العلاقة سعمني بنية صعب لك بسرت البنية وانت تقول لي تتراحم تقول لي ما انا 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 بسرتها ويوم خارجي من عند المفاوت وعجبتني ويقول لك شوف هذا العلاقي كنت حاقوا عليها وهي علاقية ناس عم هي بنت ناس مش في حق لك فودة ولا لان تشتيها اتي اهلك واتي ابوك وجي وخزن على سنة الله ورسوله صعب انه اجي يخطب لما غير يصلى عند المقود والمقود يقول لي شوف هي غالي اتكلف عليك تخرج عليك هذا على الاقل 3 مليون غير حق الغائل غير حق الفتاشه غير ان المقود الشي زنه والمبزخ الشي زنه صعب زن لها وزن لهم وما يتركش العلاقي على طول يدفع قيمته ويترك العلاقي بعد اسبوعين لما تحددوا التاريخ يتوافق سيارة ويطرقوا وساعة الحريوة تيت 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 وتنزل العلاقي وقفات لما قاوت الشابحين المدافع صح شنطة حق الحريوة يدخلوا هناك لها الغرفة ويوم ثاني الصباح المولع يذبل ويصير يزور المقود سمعنا الحريوة يصير يزور عمته ويمكنها تبلس على الخرقة لقيت نار ما بش داعي للفك عزو ما بش داعي للريحة مو ما بش داعي تبيع ما فوق ما كانت تحتاج على شن تصير تخزن كل في بطنك كل في بطنك يا عك والدي بيهنجموا المقاوت بيهنجموا بيطقطقوا بيطقطقوا كذا تصير له عنده ويقول لك هذا العلاقي حتوقع غالي عليك لان الشيشه اختف لك من لقفي يوقع ارخص ويشيل غنم قوت ملعقه ويختف لك من لقفه لا لقفه المولع يا قدس على السكريم ولا مثلا الخبر خيرات بيبيعوا ده عند بلد جاهزه دبل جاهزه لا بخبر خيرات يشتروا دبل كبير كذا يعني لهم كلهم بعدين يرجعوا يقسموها على حب حبه وقد مخزنين كلهم فاعلين كذا ما بش داعي انك تذل نفسك. انا كان قصدي في الفيديو الاول ما بش داعي انك تذل نفسك اما للمقاوتة ولا بين حسد المقاوتة يشتغلوا ويبيعوا قاتل الركاب الذي هم ركاب ما انزلت. اما المسكين الذي يرحم الله الله لا رحمه يصير يبيع ما فوق وما تحت ويصير يبيع على ذا ويصير يبيع على ذاب على ما دي خزن. استحي على نفسك استحي على دمك واتقي الله في روحك وفي جهالك يا عك والدي ضايقوا مني خاطركم